هاو ايش فيك سديتها؟ سمعتي شيء؟ شنو؟ سمعي انا بطلع بشوف ايش السالفه، مو تلاقي فين وتين وراي؟ تعال وين رايح؟ ايش السالفه؟ ايش قاعد يقول هذا يوه؟ ايش قاعد يخربط؟ بس 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 وش شغلك هذا؟ روح تيسر خلاص ماكو شيء. يلا يلا روح تيسر، اقول لك روح تيسر يلا. ليش يروح يبه؟ خله واقف، خله يعرف السالفه. المثل يقول لا تبوق لا تخاف. يبه ايش قاعد يقول هذا؟ البوق وما ادراك ما البوق. حجي ساير تقول له السالفه ولا انا اقول له؟ ايش بوق ايش خرابيط؟ ايش تخربط انت؟ لا 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 الظاهر السالفه مطوله. ايش رايك يا حجي ساير تعزم لي على فنيان قهوه في دوانيتك؟ ولا اقول لك لا لا انا ما احب القهوه، تجيب لي حارج وبعدين ما تخليني انام. بس احسن شيء بروح اطقق بيبان الفريج بيت بيت واقول لهم السالفه كلها. ولا ايش حكه اختصرها؟ اروح الجريده واعطيهم البوك اقول تفضلوا وترى الرجال موجود، عارفين مكانه، واللي عارف مكانه حجي ساير. غازي انا قلت ايش داخل احسن لك، مالك شغل في هذا قاعد يخربط ترى. ها اسمعوني زين، ما حد يدخل داخل الا بامري، فهمتوا؟ شكلها السالفه شايده، وهذا ابو مشاعل قاعد عندهم ما ادري ايش عنده معاهم. ابي وليد شكلها الليله هذه ما راح تعدي على خير. سمعيني عدل، انت خليش من بعيد لبعيد وما لك شغل فيهم، خلي تصير بيناتهم علشان بعدين اللي صار ما صار انت برا الموضوع. انا قلبي يقول ان هالسالفه سالفه السر اللي خاشينه مشاعل وخلف عنه. يما شو السالفه؟ هذا ابوك قاعد يتهاوش مع عيال خلق الله. وريحه يما، هذا صوت عمي ساير برا. بروح اشوف ابوك هالخبر، فضحنا مع اهل الفريج. يا يما تعالي وحداتش يما. شنو ابوك نصار؟ شبوك ايش قاعد يخربط يا يبا هذا؟ من النصارى من ابوك هذا؟ ايش قاعد تقول انت؟ ما تحكى ما تحكى يا حجي ساير يا العود يا الكبير. السلام عليكم. السلام عليكم. متمين عند النبي؟ ما شاء الله ما شاء الله، اكملت الحسبه اكملت السالفه. اربع الصبيان وابوهم اليوم فضيحتك قدام عيالك يا ساير ما لها اول ولا اخر. مفراح ما في داعي، عيب ترى. السلام عليكم. السلام. السلام. شو السالفه يا جماعه؟ اصلاحكم واصل لاخر الفريج، شو عندكم؟ تحب تقول له يا حجي ساير ولا اقول له انا؟ لا انا اقول له، بصير نحيس انا. تعرف نصار الولد المفقود؟ لقينا ابوك في حديقه ساير. وخلف ايش هالكلام اللي قاعد يقوله؟ كلامه صج هذا؟ اقول احترم نفسك وتحكي عدل. ها اللي تحكي عنه هذا ترى ابوي تاج راسك. ها استريح استريح، اللي على راسه بطحة يتحسسها، والحرامي ما يقول أنا حرامي، والمجرم ما يدخل بين الناس يقول أنا مجرم. عدل كلامي يا أبو خلف ولا أنا غلطان؟ Thank you.
سارح صارت الجيرة والرفجة الطويلة، خسارة الإيد اللي راحت بسبتك، خسارة أني أنا كتمت على سرك، خسارة الأيام اللي وقفتيها مع أهلك وانت بالسجن بين أربع جدران، خسارة الأمانة اللي شلتها برقبتي. والبوك مال الريال الغريب احنا ما ندري عنه، ما يندرى شلون يا عندنا هني، ما ادري انت شو مسوي. يمكن طلعت لأربع ريول ويا ركضه ونخش في حديقتكم. لحظه هو شيء نصاه ترى رفيجي، ها عمر انا وياه وكل يوم يمر ويقط، يمكن هني نزل وطاح البوك منه يعني مثلا. حلو كلامك والله عسل، يعني انت اخر واحد شافه قبل لا يختفي. الحين ايش تبي؟ ايش تبي خلص؟ لا شبي، هذه سالفه طويله وعريضه وتبي لها قاعده على المزاج، وانا الحين مزاجي مو شيء كلش، بالليل كلش مزاجي مو شيء، وبعدين انا تعبان بروح انام، وباكر لينا الصبح نقعد قعده طويله. من اصبح افلح. سلام. يباي شو السالفة؟ شو الكلام اللي قاعد يقوله هالخبل؟ يباي فهمنا، ترى احنا كلنا ضايعين بالطوشة. انا بعرف البوك مال نصار ايش يابا عندنا في البيت؟ ايش قطه؟ هو يبا لاقي البوك بحديقتنا. ايش ياب البوك عندنا؟ ايش يابا يبا؟ انت مو تقول لنا نصار صاحبك؟ مو تقول انه كان يجيك البيت؟ يا مو ما يخاف يعني نصار يمكن نوب ونوبتين يمكن اللي جاي البيت، بس ما عدت بباب بيتنا كله برا، يمكن مره ومرتين قطنا عند الباب ومشي بسيارته الريال ما نزل، شلون طاح من البوك؟ ابي افهم انا، هذا مخي وقف، ابيكم تفهموني. سمعوني زين، انا ربيتكم على الصدق، حبل الكذب قصير، وانتو حين واقفين تسألوني وتحاسبوني وما لومكم، بقول لكم الصج، الله بلانا بجار ما احترم العشرة ولا احترم الجيرة اللي بيننا، انا كل اللي اطلبه منكم انكم تطولون بالكم شوي وتصبروا لما الله يفرجها، وكل شيء بوقته. فهمتوا الحين؟ يعني الحكي اللي انقال صدق يبا؟ يعني السالفه كنا فيها لنا يبا. انت تعرف شيء؟ هذا اللي عندي الحين، وحن يلا تيسروا كل واحد يروح غرفته وينام، والصباح رباح، والله سبحانه وتعالى يفرجها من عنده. صح. نعم أحسن، نعم خنت باكر وراك شغل، وراك مضرة الريال وأذيته، نعم مقتهرة عليه أساك القهر اللي بتشبدك أنت وياه. الحين أنا بفهم هالمسكين هذا شو مسوي لك؟ تصدق إنك ما تستاهل معرفته ولا جيرته؟ هالمسكين هذا
اللي تقولين عنه محملني دين بركبتي ما انساه. الناس تدري ايش يقولون؟ يقولون منصور هو اللي بتر اضراء ابو خلف، وابو خلف سامحه ما اشتكى عليه. وهذا يزاته منك؟ تعامله بالطريقه هذه؟ تخليه بيزه ما يسوى قدام الناس؟ تسببت على الريال، رميته بسلاحك وبتر اذراعه وسامحك، تقوم الحين تتسبب له بالفضيحه؟ انت يا ريال، انت من اي نوع من البشر؟ انت من شنو مخلوق؟ انا منهم؟ شوفي ان ما سكتتي بروح بيت الحين ببتر اذراع الثاني وبيبلج. اص يبا اص، العمليه ما عمليه اذراع، العمليه من سكن عندنا، ولا طلعت السكه وشفته عيني بعينه احس ان عينه فيها حقد، فيها حقد علي. تدري ليش؟ لاني انا جاي بنات وهو جاي بصبيان. طيبه هذه من رب العالمين، الله عطاني بنات وعطاه بدال الواحد اربعه، وانا بنات قاعد يتشمت فيني لاني ما جايب صبيان. استغفر الله العلي العظيم، يا رب سامحه. استغفر الله العلي العظيم، ربي يثبتك بعقلك. Thank you.
ألو منو؟ اسمعني عاد، اسمعني زين. أنا كم مرة قايل لك لا تتصل فيني هالحزة؟ شنو؟ لا تقعد أنت تربرب. اسمعني زين، ترى ربعك اللي في سجن طلحة ما راح يفيدونك، وحتى ربعك اللي برا اللي قاعدين الحين حواليك وشاد الظهر فيهم هم ما راح يفيدونك. اسمعني 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 زين. خولة انتي من صدج؟ اي من صدجي. عيل شنو اتغشمر وياك؟ يبا هاك شوف. ويارهم ايش قال؟ فضحهم فضيحة العالمين. الله لا يراويك ايش صار فيهم. اقولك شغلة، الفريج كله درى. يبا اي الفريج اخلصك، الديرة كلها درت بالسالفة. زين تهجين ابوه واخوانه يدرون ان هالريال مختفي؟ والله يا اخوي ما ادري، بس أنا اللي محيرني إن الأسرار بيتهم وايد، في عندهم شغلات وايد غامضة، مثلاً يعني السر اللي بين خلف وبين زوجته، والسر اللي بين خلف وأبوه، هذه كلها أمور محيرتني، بس أنا فعلك ربطهم كلهم ببعض، وفكرت فيها عدل، وصلت لشغلة. شنو؟ الريال اللي اسمه نصار اختفى، وساير وعياله ومرته ولده يدرون وينه. والله حبيبي ما يطق بعصا، دز عليهم يارهم وصاد البوك عند بيتهم وفضحهم فضيحة العالمين. والله هالجار هذا طلع مو هين. وأنا بعد مو هينة فعليك، الظاهر إن الله سلطني عليهم أنا ويارهم علشان نفضحهم قدام الله وخلقه. بس أخ أنا أموت وأعرف شو اللي بينهم وبين هالريال. يبا عبد الله أخو غزو يرفيجه. أدري، بس في شيء أكبر من كذي، في علاقة بينهم تربطهم ببعض أكبر وأكثر من كذي صدقني، وأنا لازم أعرف شنو فيه. يلا الحين أنا بمشي. أوكي يا معودة، قاعدي تو الناس. أبي أروح قبل لا يقوم غزوي من النوم وما يلقى سيارته. ليش يبا سيارتك وينها؟ موجودة فعليك، بس قلت حق نفسي خلنا خلي سيارتي بالبيت وأخذ سيارته، عشان اليوم سبت وعطلة، قلت أقزرها على سيارته ووفر بنزين أنا. إيش رأيك بأختك؟ بل يا الله على سوالفك. السلام عليكم. عليكم السلام. مشعل خير بويش إن شاء الله. أنا بغيت أشوف سالفة بيني وبينك. نعم تفضل. لا لا عاد ما ينفع، سالفة خاصة يعني ما ابي احد يسمع، ما ودي احد يسمعنا. خلف نايم وكلهم فوق، تفضل امر. والله الحقيقة ما ادري شلون انا ابتدي معاك، بس يعني اللي شو اسمه شنو هذا مشعل، انا يعني اول ما دشيت بيتنا ما كنت متقبلك، ما كنت اطيقك، بس انا مو مني يعني هالسالفة هذه، يعني غصبا عني. ليش؟ لأن تفكيري على قدي، فأنا كنت أشوف الناس بالظاهر ما أشوفها من أساسها. حتى لما سافرت أنت مع أخوي رحت أول عمرة، فاهم إيش تبي تقول، إيش تبي توصل له. مشاعل الله شاهد إنك أنتي حسبة أختي. إي والله الله شاهد إنك أنتي، يعني لو عندي اخت كان عزيتها مثل ما عزيتك انت، معزتك من معزه اخواني كلهم واحد واحد،
ولا ارضى عليك بالمضره له هالكثر. بس يعني مشاعل، انا ترى ادري عن سالفتك قبل ما تاخذين اخوي خلف، سالفتك انت ويا نصار و... عبد الله خليني اكمل، انا ما اخلص كلامي عشان لا تفهميني غلط وتسيئين فهمي. لا لا، انا اللي بقوله شيء ثاني، يعني شيء غير اللي انت قاعد حاطته في بالك. اللي انا بقوله ان انا جاي انبهك، مو جاي انبهك بالسالفه اللي صارت بينكم من قبل، لا انا جاي انبهك واقول لك اذا تعرفين شيء عن نصار قولي لي قبل ما يطيح الفاس بالراس. مشعل والله ما تدرين، اخوانا متحلفين وناوي النية قشرة، وبعد ابوك الله يهدى مو مقصر، الله يسامحه، مسوي لنا سالفة وقاعد ينبش من ورانا وقاعد يتحكى كنا احنا متسببين عليه ولا احنا معادينا. الله يسامح ابوك، بس تكفين مشعل، اذا تعرفين اي شيء عن نصار، اذا في شيء احنا ما ندري عنه قولي لي، بس ما ابي لك مضرة، وصدقيني هالشيء بيتم سر بيني وبينك ولا حد يدري فيه. ماكو شيء بيني وبينه، ما اعرف قصيره وخلصت، والله يعلم، الله يعلم انه ما صار بيني وبين اي شيء. استغفر الله، الحمد لله على كل حال، الله ثبتني وانا الزوجه الصالحه لاخوك، صاينته وشاينته بعيني وخايفه ربي فيه. أنا أدري، سامحيني على جربتي، أنا صراحة يعني اللي صار والموضوع هذا فتحته صدقيني من خوفي عليك ومن خوفي على خلف ومن خوفي عليكم كلكم، ولا أرضى أحد يمسكم لو بشعره صدقيني، مهما كان أنتوا أهلي، أنا ما أرضى عليكم بشيء صدقيني. جماعة عمي منصور، المنصور طايح برا دعمتها سيارة. لا أفعل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله، كل آفة الله يسلط عليها آفة. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. يما مو زين، مو زين تتشمتي كذي، استغفر يا ربك. الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، كان بيتسبب علينا ويضحنا، لكن قبل يروح المغفر ويساوم عن مسار بالفلوس طاح وتحرر. اللهم لا شماتة، عسى الله يشافي إن شاء الله. والله يا بنيتي الواحد ما يدري يبكي عليه ولا يفرح، غربلنا وغربل نفسه. ادعوا له يا بنات، ادعوا له الله يشافيه ويهديه ويشيل الشر اللي براسه. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول لك أهل الفريج اقعدوا من صباح الخير، ولا الريال متهود بالشارع، ولا مدعوم متكسر تكسر متخشخش، ما في عظمة صاحية. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا مقدر ومكتوب يا أبو مساعد، هذا اللي الله كاتبه. لا، والمساكين الحين هو بالعناية المركزة، ما يندر يطلع منها صاحي ولا يروح شفي. والله إذا كان كلام الناس صحيح ومثل ما قلت الريال متكسر، هذا ما لقوم أكيد يعني متحرول قاضي يعني، الله يشفيه. الله يشفيه، لكن أنا اللي مستغرب منه، منو هذا اللي يدعمه؟ ومنو هذا المقرود الفاضي اللي ما عنده شغل جاي يلفلف من صباح الله خير بفريجنا ويدعم الريال؟ مو مساعد، قبل لا تنشد عن اللي دعمه انشد عن هاللي طالع تالي الليل ويحوش عنده، هذا شو يسوي؟ هقوتك اللي دعمه يبي، يعني شلون؟ يعني اللي دعمه متعمد. والله شو اقول لك يا ابو مساعد، شوفت عينك، نزلنا قدام الله وخلقه انا وعيالي على شنو؟ على سبة ابوك اللي قاب حديقة بيتي. زين ما ولدي انا قال قدام الكل الولد مفقود، هذا رفيجه
يعني مو غريبه اذا شاف شيء يخصه في بيته، لكنه الله هداه فضحنا قدام الله وخلقه. عيل منو اللي تعبه؟ ومنو اللي سوى هالسالفه الكبيره؟ يبا يبا الحق تعال شوف غرفه افتخار. شو يبا؟ يبا تعال شوف غرفته، تعال محفوسه. افتخار؟ لا اله الا انت، عليك توكلت وانت رب العرش العظيم. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما اجد واحاذر. يا رب يا رب انت الشافي المعافي، يا رب يا رب يا صاحب الحق، يا رب عليك توكلت، يا رب يا رب انك تشافي وتعافي من كل شر، يا رب يا رب مهما كان هذا ابوي، يا رب يا رب انك تسامحه وتغفر له وتهون عليه، يا رب يا رب تحمي وتعافي، يا رب وتهدي لصلاتك المستقيمة، يا رب يا رب. لا اله الا انت، لا اله الا ايش هالخبصه؟ ايش هالعفسه؟ الدار محبوسه عفاس، من اللي مسوي كذي؟ والله انا اليوم جيت بالصدفه وشفت الدنيا كلها مقلوبه كذي فوق تحت. يباي؟ انت مو قايل انك انت قفلت الغرفه عقب ما انحاش؟ اي انا قفلتها بسويه وفتحها لان عنده مفتاحها. من هذا يباي؟ من هو عليك وغيره؟ افتخر الله لا يبارك فيه. هاي الكلب افتخار سوى كذي؟ يا وعفس الدنيا عفاز وخلاكم في هالخبصة هذه. الحقيقة انه خسيس، الحقيقة انه هيس معربد. هو بيرجع وبيرجع مثل ما يقولون جنى على نفسه. شلون يبا؟ شلون بعد ما فيها لون هذه؟ جاك البوتها ترك الصلاة. اشوف كنت تقرا جرايد تالي الليل. اي بقى شو اسوي؟ ما لحقت اليوم. صباح الله خير بالمستشفى حق وبافراح يارنا المسكين. قلت الحين اقراها على الراحه. اي والله مسكين كسر خاطري، الله يكون بعونه ان شاء الله. ومشاعل بعد خانت حيلي طول اليوم، دموعها اربع اربع. يلا ما يشوف شر ان شاء الله، ان شاء الله يقوم بالسلامه. اقول ما في شيء كذي اليوم استغربت منه. مثل شنو؟ شمعنا ابوها اندعم بنفس الليله اللي هدد ابوك فيها، يوم لقى ابوك الريال اللي يدورونه. عادي صدفه. شو الصدفه هذه اللي ما تصير الا بالافلام الهنديه؟ خوله ايش تقصدين؟ بول 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 بول. خلاص يبا ما قلنا شيء، ما نقصد شيء. خلاص يا كل ما ردي مكانك. انت تقصدين ان اهلي هم اللي داعمينه؟ مو قصدي كذي، قصدي اقولك ان في شغلات وايد قاعد تصير من ورا ظهرك وانت ما تدري. شيء شايد، شيء كبير، وانت طبعا ما تدري عن اي شيء ولا احد يبي يعلمك فيها. شنو يعلموني ما يعلموني؟ شو تحكين؟ ايش قاعد تخربطين انت؟ خلاص اسال ابوك، اساله. ابوك هذا بحر من الاسرار، واذا قال لك سالفه واحده بس هذا ويهي. وبعدين يبا لمتى بتم ساكت؟ ما تتكلم يبا، قول لنا شو نسوي. يبا مو انت اللي دائما تخطط؟ وخطتك ماشيه مثل ما انت تبي، نجحت. يلا قول لنا شو نسوي. ربك ستر علينا بالاول، بغى يفضحنا بس ستر علينا الحين. ها شو نسوي يبا؟ قول لي.
خلصت؟ والله يا يبا لو رد على الكلام اللي بقلبي ما راح نخلص. اسمع يا خلف، احنا بغينا ننكشف البوك اللي لقاه منصور في الحديقة أكبر دليل على أن الولد كان عندنا ليلة ما اختفى. لكن ربك حميد سترنا وطافت على الناس. أنت متأكد يبا أنها طافت؟ يعني شنو؟ يعني انطافت اليوم ما تطوف باشر يبا. منصور لأنه مو صاحي ما تكلم، لكن لما يصحى راح يتكلم، ما راح يسكت. حزتها من انفضح. إيش بنسوي يبا؟ قل لي. طيب والحل؟ الحل أنا ناطرك. يلا تكلم. مو أنت اللي تخطط يبا وإحنا ننفذ. ناطر تعليماتك. حيا الله أبو سامة، يا هلا، تفضل حياك. صبحك الله بالخير عمي. هلا، حسبي الله عليك. لابسه بنطلون؟ وين رايش هالثور هذا؟ ثور نانا ما يعجبك ولا ايش؟ ماش بنسوي؟ أنا أقول نخشه. أنا مع هالرأي، دام وصلنا البوك نخشه أحسن. والناس اللي دروا عن السالفة إيش بتقولون لهم؟ من تقصدين؟ أقصد بوم ساعد، أخوانك وولد بوم ساعد دروا عن الموضوع، وخصوصا بعد ما أبوي دخل المستشفى بيسألون عن البوك. وانت صادقة يا بنيتي، إذا الناس دروا بالسالفة بيقولون لنا ودوه الشرطة. إذا رحنا للشرطة كنا رايحين الموت بريوننا. يا ربي وش الدبرة؟ الله بيفضحنا بيفضحنا والسبة أبوكم. حتى وهو ينازع الموت في المستشفى بننفضح بسبته. استغفر الله العلي العظيم، استغفر الله العلي العظيم. أنا أقول ما كل حل واحد. شنو؟ إن نقول حق إخواني السالفة والكل يعرف. من صديقي خلاف؟ اي عمتي، كذي كذي بيعرفون. تلا يكون على بالكم ان الموضوع بيتمسر، ترى احنا ريحتنا قاعد تفوه يوم بعد يوم. وانا رايي من راي خلف، يدرون بالسالفه من عندنا احسن ما يدرونها من الناس برا. على الاقل يسمعونها من عمي ساير ولا يسمعونها من العذال. الناس ما ترحم، بتناقلون السالفة العالم، وبدال ما نصير مظلومين نصير ظلام. يا أبو خلف، ما تقول شيء؟ قول لنا شو نسوي؟ Thank you.
خطاكم السوق، خطاكم السوق. من انت؟ اسف، هذه مو غرفة منصور. اي بلى. انت وهلا؟ ها؟ اي احنا هلا. اكيد انت بنته. اي انا بنته. انا رفيجه اللي كنت معاه بش اسمه، كنا معاه بزنزانه واحده. زنزانه؟ ابوك صراحه له فضل كبير علي وعز انا وايد، بس الله يسامحه قبل لا يصير للحادث كان مزعلني منه وايد. ابوك يا حلوه مديون لي وايد من ايام المركزي، وصراحه ديونه كثرت وزادت، واذا ما تدفعون لي عليكم الحين ترى لنا تصرف ثاني انا وربعي معه. مديون لك؟ اي مستغربه، اول مره تعرفين ان ابوك ديان الناس كلها الطالبه، ولا نسيت الشيكات اللي دش بسبتها السجن؟ على العموم اذا قعد الوالد بخير ان شاء الله بلغي الكلام اللي بقوله لك، تفضلي وخليه يدق علي، واذا ما قعد اكيد عظم الله اجركم، ومال البخيل ياكل العيار. Thank you.